طيب كابتن الاهلي في المؤتمر ايمن اشرف اتكلم ايضا عن مباراه المريخ نشوفه. في بدايه الكلام طبعا احنا النادي الاهلي يعني دايما عندنا الحظوظ قدامنا متاحه، احنا واخدين 2 دوري ابطال ورا بعض واتنين سوبر ورا بعض، فاعتقد ان احنا فرقه كبيره واللعيبه اللي موجوده كلها خبرات بشكل كبير، ونقدر نتعامل مع المواقف الصعبه. طبعا ماتش بكره مش هيكون سهل، لكن اللعيبه بخبراتها الموجوده وبتعليمات الكوتش طبعا قادره تعدل الموقف دوت. احنا حطينا نفسنا في الموقف ده واحنا قادرين ان شاء الله نطلع منه بالجهد وبالعرق وبالقوه بتاعتنا في الماتشات. احنا لما اللعيبه بتركز دايما كلام كابتن الفريق محمد الشناوي واللعيبه الكبار وليد سليمان وايمن اشرف ورامي ربيعه وعمرو السوليه، دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم ان احنا لعيبه كبار وعندنا خبرات والفرقه عندها خبرات بشكل كبير، والماتشات الكبيره دي اللي بتصنع النجوم. فاعتقد ان الماتش بكره مهم جدا، ان شاء الله نقدر نحقق 3 بوينت باذن الله. بس هو دايما لعيب النادي الاهلي بالذات متعود على الضغوط دي ومتعود على كميه الماتشات دي، فدايما لازم يكون اللاعب يعني عنده درايه بنفسه كافيه انه يقدر يعمل الاستشفاء كويس ويقدر يريح نفسه كويس. فاعتقد يعني اللعيبه كلها عندها خبرات كويسه في الفريق ان هي تقدر تعمل دوت وتقدر تعمل استشفاء لجسمها. طبعا ضغوط الماتشات طبعا بتبقى كتيره، لكن ده طبيعي جدا للاعب النادي الاهلي يعني ان هو يبقى محطوط تحت ضغط، وبالذات اللعيب اللي بيروح منتخب مصر او يعني المنتخبات عموما. لكن هو ده قدر لعيب النادي الاهلي وده قدر النادي الاهلي ان هو بيتحط تحت الظروف دي. بس في الاخر لازم تأدي، ولازم لما تكون في الملعب تقدر تأدي بشكل كويس وشكل يليق بلعب النادي الاهلي عشان تفرح جمهور النادي الاهلي. طبعا مباراه مهمه جدا بترتب عليها ان هي مباراه مهمه بترتب عليها ان احنا موقفنا في المجموعه مش احسن حاجه، لكن قدامنا ماتشين مهمين جدا يساعدونا من المجموعه. فاتمنى ان شاء الله البدايه بتاعتنا تكون بكره كويسه ونحقق 3 بونت مهمين جدا يعني ان شاء الله. طيب ده حديث الكابتن ايمن اشرف. كابتن ايمن اشرف هو بيقول عندنا خبرات وعندنا ثقه وتربينا على ثقافه معينه ونتحمل الضغوط، ولكن وعايزين نركز في الماتشات الكبيره زي ما الكابتن محمد شنابي قلنا. وانا عايز اقف عند الكلمه دي لان الحقيقه الموضوع يتجاوز القناعه، انك تبقى عندك هذه القناعات، لكن لحظه شرود واحده قد تكلفك مش بس فقد بطوله او الخروج من مشوار ناجح او حتى ضياع فرصه كتاب التاريخ خاص جدا. يعني انا اكتر مره اتضايقت ها الجون اللي جه فينا هناك، لان احنا رايحين وانا متاكد ان اللعيبه شايله المسؤوليه، والماتش كان في معظم لحظاته بيقول هذا الكلام. لكن انك انت يخش فيك جون من كره ثابته، هي دي لحظه عدم التركيز بالطريقه السهله دي. يعني احنا بنقابل فرق يا استاذ ابراهيم بتتكدس امامنا في الدفاع، لا يمكن نلاقي الفرصه دي ان واحد يجي من بعيد يعملها ببطن رجله كده ويبقى لوحده. مش عايزين يا جماعه لعيب داخل المنطقه او خارج المنطقه المؤثره امام منطقه الجزاء يبقى في موقف انه مش مراقب او ان حد بيضغط عليه. هذا موقف دفعنا ثمنه في الماتش اللي هنا، بس دي كره عشوائيه طلع من الدبل كيك يوصل لواحد، بس كان لوحده. لو حد ضغط عليه ليه واقف لوحده في الحته دي؟ كلمه ليه واقف لوحده هي مربط الفرس.